حنين شيرة حنون ويدوب. معكم ألذ ولا أنطع منها. تفننوا فيها. جربناها مع الخبز المسلسل. أي شيء خفيف ناعم يسوي. تناسق النكهات. ولأن ناطع حنين كانوا يقدمونها بلوب للمعاريس أو بيوق العيد. سميناها خبيص والسفلي. كريسبي حنين. نطبخها مع الشكر والهيل والزعفران. الدرابين الكويتية الهشة. غورميه كويتي. غورميه كويتي. ولا أروع من كذي. هلا ومسهلا فيكم في برنامج غورميه كويتي. جبنا لكم كل الحلويات الكويتية الأصيلة ودمجناها مع أطباق عالمية معروفة. راح ناخذكم اليوم بجولة حول أطباق العالم ونوريكم أطباق ما قد شفتوها ولا سمعتوا عنها. خبيصة تشيز كيك الرهش. بتشوفون معانا كل اللي سر العين من ألوان وأشكال، وكلنا ندري أن العين تأكله قبل الفم، والمذاق بينقلكم عالم ثاني. عشان تعرفون القصة كاملة معانا المخرج يعرب برحمة. القصة وراء هالبرنامج بدت عندي من استضفت شيفس في برنامج سابق، واكتشفت ان الديتيلز او التفاصيل استهوتني، وكانت بالذات اللي لها علاقة بالالوان والملمس والشكل والاضاءة، الجزء الفني في تجهيز الوجبة هذه. من خلال يمكن 3 شهور 4 شهور تخمرت الفكرة أكثر، وبيني وبين نفسي يعني قلت ودي برنامج أسويه لا علاقة بالوصفات، أي نعم يكون تعليمي، لكن أبي الفنيات تبين فيه أكثر، أبي الشكل كامل، الصوت، الصورة، الإكسبيرينس أو التجربة للشخص اللي شاهد، حتى لو ما عنده الاهتمام في متابعة الوصفات والأطباق يكون بس قاعد يطالعه لأنه مستمتع بالشيء اللي قاعد يشوفه بعينه. حصلت الفرصة، صار في اتصال مع أخوي وزميلي أحمد الخالدي، ولقيت عنده فكرة واهتمام أنه يسوي برنامج بس سويتس. فهني التقت أفكارنا مع بعض، وبديت أقول بيني وبين نفسي زين شنو الشيء المميز بعد زيادة في هالبرنامج هذا، كونه أول مرة يمكن يصير في برنامج لا علاقة بوصفات وأطباق السويت نفسها أو الحلويات، بس أبي شيء بعد زيادة. فجت ببالي الفكرة إن ليش ما نمزج الحلويات الكويتية الأصيلة ونطلعها بشكل نفس الحلويات اللي نشوفها بالكافيز أو الشكل الأوروبي أو الشكل الذواق هذا. أول شخص طرى على بالي في هالموضوع هذا الشيف طلال الحمضان، فقعدت معه وقلت له بدر عندي هالفكرة هذه. أول ما قعد الشيف طلال كان يقول هذا اسمه غورميه كويتي. قلت له صح، أنت صح. أول كلمة قالها وقال غورميه كويتي، فسماها بالتسمية هذه وتحمس حق الفكرة. ليش اخترنا اسم برنامج غورميه؟ لأن غورميه يعني ذواقة، فيسمون الشيء غورميه يعني ذواق، مستوى عالي، أعلى مستوى من الذواقة، أو الطبق يكون من أعلى المستوى في الديكوريشن والتيست، لذلك سميناه غورميه يعني ذواق. وكلمت أخوي الفنان حسن الملا وبدينا نسوي الكونسبت للديكور. أنا هنا عند باب المدخل، فهذا مساحته
حلوة. فكرة الديكور وشلون نلاقي الرفرنسز والمصادر وشنو اللمسات الفرنسية والأوروبية المميزة اللي ممكن نضمها وشلون تنضم إلى أصلاً المنظومة اللي موجودة مالت الديكور نفسه. كانت عملية يمكن استمرت فترة، يعني فترة يمكن ثلاثة أسابيع قبل لا نشتغل بالديكور. هلا بعد لما تنحط على قلاصات وواحد ينحط هني، بس لأن قاعد أركب كريستالة من فص مفتش، فمن الأساسيات كانت مالت الديكور إن ما نشوف شكل المطبخ، رغم إن الموضوع كله عن وصفات وغيره، فظلت الأجهزة مالت المطبخ والمعدات مالت المطبخ خارج الديكور. ماكو أحلى من الحلو. إشلون نسوي صب القفشة قرمة وقرمة يعني شنو دواق؟ والحلو ياكل حلو. وصفتنا اليوم من قرمة كويتي ماغوطة كيك. شوي راح أغش اليوم بالوصفة، راح أحط شوية نشا عشان تمسك بسرعة. فرنسي قلبنا كويتي والكويتي قلبنا فرنسي. نكهات حلوة متجانسة مع بعض وراح تعطيكم أحلى مذاق. غيروا المكان وغيروا الفرن، راح تبتدون تفشلون مرة ثانية وتعدلون لما تضبطوا ياكم. حاولوا أنكم تجربون أكثر من مرة عشان تعرفون تكنيك فرنكم. هذه أفضل شيء حق خبز الكلير، لأن كل من طحين للثاني يختلف. ليش قاعدة أسوي هذه الطريقة؟ طريقة الفولدينج هي مو سالفة أني أنا أحوسة كنا شوربة. حتى لو نوتيلا أضيف لها نشا تدخل الفرن عادي. فمن نشوفه بالشكل بالتقديم بالطعم هو جزء كبير من الاستمتاع فيها. خنين شيرة حنون ويذوب. قرمي كويتي. قرمي كويتي. ولا أروع من كذي. علينا عليكم. وايد مهم ان البرنامج يعطيك المود من اول لقطه تشوفها، بحيث انه يبين انه ترى هو برنامج فيه من الفنيات بشكل كبير، وبنفس الوقت هو تعليمي. واستمريت بالتنسيق مع الشيفس الباقين، خصوصا اللي اشتغلت معاهم من قبل، هم اللي كلمتهم على طول. معاكم الشيف طلال حمضان، الشيف فاطمه السعدي، رنا يوسف العماني، بلقيس العيار. طبعاً أول كيك ديزاينر في العالم العربي، تعلمت الكيك ديزاين وأنا كنت في أمريكا أيام الدراسة. عشقت هذا الفن لأنه مختلف عن جميع الفنون وحبيته، والتقيت يعني الفن هذا من ناس لهم أسماء، بالإضافة إلى مارست الخبرة أنا بنفسي وصار عندي يعني قاعدة حلوة في هذا المجال. هذا الفن جديد على المنطقة عندنا بالكويت ومنطقة الخليج، ولما رجعت الكويت أنا بديت أشتغل على نفسي وعلى الكيك ديزاين وعلى الشوغر آرتس اللي هو فن السكريات، ولاحظت قبول جداً جداً من الناس، وفي ناس أيضاً عندهم هذا الفن لكن للأسف مو عارفين شلون يظهرونه. فلذلك أنا كان عندي حلم والحلم بدأ يتحقق، وهو صار طلال كيك أكاديمي، أكاديمية طلال كيك اللي راح أدرس، اللي ندرب فيها الفن هذا اللي هو شوغر آرت والكيك ديزاين والديكوريشن، أساسيات الخبز وكذلك البيستري والساوردو والأمور التالية. بلشت بدايتي بمجال الطبخ بالحلو الكويتي، فدائماً كملت مسيرتي وتدربت، خذ دورات برا مع شيفات عالميين أضافوا لي وضفت لهم بصراحة، يعني هم أضافوا لي التكنيك وإحنا ضفنا لهم النكهة العربية، فدمج ثقافات ضاف لي على مستواي المهني وايد. فتحت أكاديمية علمت فيها وايد شيفات، والحمد لله لهم اسمهم الحين بالكويت وبرا الكويت على مستوى الخليج. نصيحة يعني إذا أحد بينجح في مهنة معينة يحاول إنه يشاركها مع غيره.
أنا دخلت في مجال الطباخ والحلويات من 2003 لما كنت في بوسطن، وخذيت كورس كامل تقريباً 6 أشهر في المطابخ. بعدها فتحت البزنس مال المطاعم ودشيت فيه تقريباً 8 سنين. بعدها طلعت شوي خذيت بريك طويل، والحين رديت مرة ثانية حق بزنس المطاعم والطباخ. الحلويات عشقي ودائماً أحب أركز على الأشياء الصحية أكثر، وحاولت كثر ما أقدر أحاول أخذ الوصفات التقليدية وأحاول أحولها إلى مكونات صحية تفيد أجسامنا. صاحبة مخبوزات بي باسكت، وصار لي 5 سنين في مجال المخبوزات. أنا من محبين المخبوزات وايد، فحبيت أجرب في البيت وبديت في البيت، وحسيت بجمال العينة وأنا أخبزها بإيدي وأحس فيها بإيدي، واستمتعت فيها وحبيت أطور هذا الشيء. ورحت وخذيت كورسات في تركيا، معروفة مخبوزاتهم ومعروفة أنواع المعجنات مالتهم. سافرت رحت لندن خذيت لي كورسات متقطعة هناك، وبنفس الوقت علمت نفسي بنفسي، دخلت التكنيك اللي تعلمته بأشياء جديدة دخلتها ويا شغلي، وبديت أطلع أشياء جديدة بطريقتي أنا بالأشياء اللي أنا أحبها، وما زلت أجرب وأطلع وأتعلم تكنيكس يدد وأشوف وأقرأ، وهي اللي أعطتني هذه الخبرة كلها. بهالمجال أنا توسعت فيه، ولأني أحب قعدة البيت فأنا سويت شغلي كله وأنا في بيتي وبمكاني بين أهلي وبين عائلتي، وبنفس الوقت مستمتعة في اللي أنا قاعدة أسويه. يعرب اختار الشفات وشرح لهم الفكرة، ولأن لهم خبرة كبيرة وطويلة بهالمجال قدروا إنهم يتفنتقون ويطلعوا لنا أطباق أول مرة بتشوفونها مخصوص حق هالبرنامج. لو بسأل نفسي عقب 25 سنة من العمل اليوم شنو الشيء اللي مهم في الإنتاج، أنا أعتقد أول شيء إنه يكون الفكرة مبتكرة ما قد صارت. هذا التجارب بسعود، شوف هذا، شوفها درابيل، درابيل فرنسية. هذا لسان الثور من الفيت اللي قلت لك عنه، بس باقي الكريمة راح يصيرون فوق بعض وبينهم الكريمة كذي راح يصير. مو بس أنت تراويني الديكور، أنا راويك شغلي، شوفها ينن بسعود لذيذ. لما انعرض علي الأستاذ يعرب بفكرة البرنامج استهوتني الفكرة حلوة، لكن كانت تحدي وتشالنج كبير. تعودنا الحلو الكويتي واللي أنا أحبه ببساطته إنه يكون بدون أي ديكور بدون أي ديزاين، فلما عطاني فكرة البرنامج إنه يكون جورمي كويتي بدمج ستايل أوروبي مع الأرت اللي فيه وكل شيء على ستايل تراديشنال كويتي كلاسيك أو تقليدي، كانت تشالنج تحدي شلون بسوي هالشيء هذا. فارتكزت على إني أخلي الفليفر كويتي نكهاتنا إحنا والطريقة أوروبية عشان أحافظ على نكهاتنا وعلى حلوياتنا الأصيلة مثل ما هي، بنفس الوقت أخدم فكرة البرنامج اللي وايد حبيتها بالدمج الأوروبي الكويتي. الوصفات جربتها حق البرنامج وخذتني فترة أيام على أساس أضبط بعض الرسبيز اللي كانت شوية صعبة بالنسبة لي. طبعاً نتكلم عن سهرة وماكو نوم وشوية لوية بالمطبخ، ولكن التجربة كانت حلوة. يعني مجرد أني أنا تحديت نفسي أجرب أشياء أنا مو متعودة عليها، كان بالنسبة لي تعلمت أشياء وجربت أشياء ما كانت في بالي، واستأنست واستمتعت بال يعني التجارب هذه كلها أعطتني شوية خبرة بالوصفات الكويتية أو المقادير الكويتية والطريقة النشر شلون أدخل عليها التويست الفرنسي أو الأوروبي فيها. لما يعرب طرح علي الفكرة وايد عجبتني وشدتني حيل، لدرجة أن أنا هديت من التليفون ودخلت المطبخ وعلى طول ظليت أجرب شنو الأشياء الحلوة اللي إحنا ممكن ندخلها مع المخبوزات اللي أنا اليوم قاعدة أسويها، وفعلا طلعت أشياء جدا لذيذة ومختلفة. كان مهم عندي أن أنا أدخل المكونات الكويتية في مخبوزاتي، بنفس الوقت حافظت على المخبوزات مالتي وحافظت على لذتها. فبالتوازي مع الخطين اللي هو الديكور وتكوينه وبناءه، بالإضافة إلى الشيفس وتجاربهم وأطباقهم الجديدة هذه، كان في بعد تخطيط ودراسة على نوع المعدات، الكاميرات والعدسات
اللي تخدمنا في هذه الرؤية. فبالخطوة هذه كان على رأس العمل فيها وبالتعاون مع مدير التصوير يعقوب العبادي. أعبر عن امتناني لجهوده، اختار نوعية الكاميرات واقترح العدسات، كان على رأس الفريق في تنوير الاستوديو اللي تشوفونه. بعد ما شفتوا فكرة البرنامج عرفتوا إنه يبي له مكان هادي مع استكانة شاي، ومتعوا كل حواسكم. عليكم بألف عافية، بس لا تنسون تسجلون الوصفات. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة ولحظات سعيدة، وإن شاء الله تتعلمون وصفات لذيذة. وأكيد إن هذه الجهود كلها ما تكتمل إلا برضاكم. غورمي كويتي. غورمي كويتي. غورمي كويتي. غورمي كويتي. غورمي كويتي. ماكو أحلى من الحلو.